راس حربة مميز، والحالة النفسية كانت أثرت بعض الشيء بعد مباراة الزمالك، ولكن في مباراتين من 3 مباريات أعتقد إن الحالة النفسية لمروان محسن والروح المعنوية العالية ابتدت ترجع له مرة أخرى. دي حقيقة فعلا كابتن أيمن، هو باين عليه كمان حتى في أدائه قبل الماتشين أو 3 ماتشات لما كان بيلعب مروان، كنت يعني حتى احنا لاحظناها، كنت تشوف ان هو متنشن عنده، كان عصبي جدا، كان في التحامات كانت قويه جدا على السردباكات اللي معاه، كان باين عليه وكلنا اتكلمنا ولاحظنا الموضوع ده، ان هو يعني وصل لمرحله ان هو خلاص فقد الثقه. فلما الراجل قعد ولعب بادجي مكانه، بادجي مشي كويس، وبعد كده الراجل بدا يدي لمروان تاني لما نزل الماتش اللي فات وجاب جول، ف بدا ثقته ترجع تاني، وبدا يخش تاني في 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 جو المباريات، وبدا يخش في جو ان انت راجل مفروض سترايكر النادي الاهلي. وطبعا كلنا شفنا كميه الضغط اللي كانت عليه وكميه الـ 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 الهجوم اللي كان عليه. الحمد لله النهارده مروان بيقول للناس ان انا لعيب كويس، لكن دايما يا كابتن ايمن بيجي عليك وقت انت كلاعب كوره، بيجي عليك وقت بيبقى غصب عنك انت مش في الفورمه، او انت مثلا في عندك مشاكل بتبان عليك في الملعب، مشاكل ممكن مشاكل بره الكوره، فده اللي احنا بنقوله ان لازم تفصل. فمروان فعلا الفتره اللي فاتت يعني اتظلم، وفي ناس كتير هجمته والكلام ده، لكن الراجل النهارده بيقول للناس ان هو لعيب كويس، وان هو واحنا كلنا عارفين ان مروان لعيب كويس، لكن كان عنده فقدان للثقه. فالنهارده بنقول له مبروك على الهدف. بس انا كابتن انا عندي حاجه برده عايز اقولها، ان مروان الكوره دي جات له في الماتش النهارده مرتين. أيوة. واحده من هاني في الدقيقه 32 برده كانت عرضيه مميزه جدا فعلا. مزبوط. وطلع حطها بس ما وجهش صح. أيوة. نفس الكوره ده الفرق ده كابتن اللي ايه اللي بتعلم، يعني مثلا بتعلم من اخطائه، بيصحح على طول، بيصحح على طول، ما بتاخدش وقت ان انت ممكن ايه تاخد وقت كبير ان انت تصحح. أيوة. الغلط ده، لكن هو الراجل النهارده حط الهدف الاول ما شاء الله. يعني حتى مانويل جوزيه لما كان بيبقى معانا، اكيد الكباتن كلهم عارفين الموضوع ده، ان في التمرين يا كابتن ايمن بيقول لك لما كره تتلعب تحطها براسك لازم تبقى الزاويه المعاكسه للجول. بس انا بص انا عايز اتكلم على الحته زي ما كابتن علاء قال ان ايجابيه يعني، ولكن جيرالدو اتحرك كويس قوي في الحته الفاضيه دي. يعني جيرالدو 50% من الجول. ده حقيقه فعلا، وبرده تحرك وعملها كويس قوي. وبرده يا كابتن تحرك بادجي. طبعا بادجي برده تحرك طبعاً. ده مش اول مره. طبعا ويبص الشناوي لعبها له ازاي في الحته دي، بص الشناوي اهي. بالظبط يعني أهي. الاستلام وادى لنفسه مساحه ان هو خلي بالك الشناوي باصص عليه. اكيد طبعا الشناوي ده مش اول مره الشناوي يعملها. وتحرك طبعا تحرك. جيراردو هايل، وان هو الاتقان في الكروس لمروان ومروان يطلع، يعني جول بصراحه هدف مميز جدا، وهدف يعني انا شايف ان هو هدف من 4 لمسات. بالظبط يعني. وعلى فكره يا كابتن الجمله دي اتكررت كذا مره، محمد هاني لو تفتكر مع احمد فتحي. أي. حصلت كذا مره، كان تقريبا في ماتش تقريبا ماتش انبي برده نفس الكوره دي تقريبا، برده محمد هاني بيباصي الراجل اللي بادجي بيسلمه تاني، بياخد الثالثه، بعد كده بيتعمل ممكن يكونوا متمرنين عليه. ماتش الزمالك قفشه برده. ايوه الزمالك قفشه فدي فعلا كورتين بادجي. فدي فعلا النادي الاهلي بقى له فتره ممكن يتدرب عليه فعلا. ممكن دي حاجه كويسه. مزبوط. من الايجابيات طبعا اللي بنشوفها النهارده طبعا، وبتتكرر وبتجيب بيها اهداف يعني. لا والشناوي وصلها فعلا في المكان الصحيح. كابتن الشناوي بصراحه يعني صانع العاب، وش رجله ما شاء الله عليه يعني، مش عايزين نحسده طبعا. فماشي كويس اول الفتره دي يعني، يستاهل بصراحه الاشاده بيه يعني. محمد هاني برده النهارده ما شاء الله عليه عامل جيم كويس فعلا، احسن من الشوط الفات. الشيخ برده النهارده كان كويس برده، لازم ندي الناس كلها حقها. صحيح. لما في حد يا كابتن ايمن بيأثر او بيبان عليه ان هو في حاجه، احنا بنتكلم، احنا هنا انت في حياديه جامده، وبنتكلم بما يرضي الله، ومفيش اي مشاكل مع اي حد ومع اي لعيب، فكلنا اللي بيبقى كويس بنقول عليه كويس. فالنهارده النادي الاهلي عمل جيم كويس، وزي ما كلنا توقعنا ان الجيم هيبقى مفتوح وهيبقى فيه مساحات، ده صحيح. طبع وادي دجله تقريبا. النهارده الماتش كان ماتش كويس، فان شاء الله مبروك للنادي الاهلي النقطه 65 ان شاء الله. انا بقى كابتن عادل سايبك للجول الثاني بصفتك ان انت كنت شويت، والناس كنت من مميزين بره ال 18 في الشوط، فعايزين نتكلم على هدف حمدي فتحي وصعوبته. خلي